جاء بعض إخوتنا وأرادوا أن يكرروا بين الناس الله في السماء بذاته، أعوذ بالله، من أين جئتم بذلك؟ قوله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء على رسلك. طيب في القرآن الكريم وهو الله في السماء وفي الأرض وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، بل هو مع الناس وهو عز وجل فوق سمواته على عرشه، فما من مخلوق إلا والله تعالى معه يعلمه ويحيط به سلطانا وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك. وفي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ولا مانع من ذلك، فإن الشيء يكون فوق وهو معك، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وكل يعلم أن القمر في السماء، ويقول ما زلنا نسير وسهيل معنا، يعني النجم المعروف وهو في السماء، فما بالك بالخالق عز وجل، هو فوق كل شيء، استوى على عرشه ومع ذلك محيط بكل شيء مع كل أحد، مهما انفردت فإن الله تعالى محيط بك علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك.